العصبي هو اللي جعله يجي شد ولا هو في كامل جاهزيته البدنية؟ نعم. في لهالسبب احنا لما ننتقد ننتقد فني. انا اكون كل الاحترام والتقدير لأمير فيصل بن تركي، ولا يجي في يوم من الايام اني انا طلعت على الاعلام وحتى تكلمت وقلت، حتى لان انا اعتبره بالنسبه لي صراحه طالما هو يراس نادي النصر هو الان كبيرنا النصراوي، اذا لم نحترم كبيرنا اذا كيف الناس تحترمنا؟ بمنتهى الامانه. ولكن عندما اتحدث هنا في الاستوديو انا اتحدث كمحلل، ولكن انتمائي ما حد يزايد عليه. وعلى فكره يمكن انا متابع حتى اكثر من بعض الجماهير اللي جالسين يقولون له ويقولون له. انا على فكره ترى اتابع الناشئين واتابع، وحتى مباراه امس اللي 4-1 مع ايش اسمه باريس سان جيرمان، انا ابن نادي النصر بغض النظر عن اي شيء. ولكن هو احنا نقول اليوم مبروك واجتاز النصر، بالنسبه شوف اجتاز حاجز نفسي كبير. واذا انت اردت انك تعود للواجهه وتعيد النصر المنافس، يجب النصر ان يفوز على الفرق الكبار اللي ينافسها، وليس زي السابق انه كان يفوز على الفرق الوسط والاخيره والفرق المنافسه كانت دائما تتفوق على النصر. نعم. ولكن هذا العمل يجب ان احنا نشيد به السنه هذه. وانا الان من هنا اقوله بالفعل ترك الاعلام، احنا نقول كثر الله خيرك ما قصرت، جزاك الله خير على العمل اللي انت اديه، نتمنى انك تواصل حتى يعود النصر للواجهه. لا تسمع لهؤلاء المغرضين. انا ابن من ابناء نادي النصر، انت لما العام طلبتني في المباراه النهائيه حضرت وقابلتك وكان صدرك مفتوح، وانا ابن من ابناء نادي النصر ولا كان في اي شيء. ولكن احنا نعرف في هدف بعض المغرضين اللي يريدون ان يبعدون ابناء نادي النصر من التواجد في نادي النصر. انت بالعكس، انت الان اجدت واحنا نشيد بك. طيب. وتستحق كل شيء. طيب. زين ولا لا؟ واحنا نقول لك كثر الله خيرك تواجه الان كل شيء، واحنا لو طلب منا شيء احنا ابناء نادي النصر، لكن نادي النصر اليوم يستحق وبالفعل. طيب. في كل شيء. ولكن احنا نقول لك مبروك مره ثانيه. واتمنى صراحه، وانت تعرف يوسف اكثر من اي واحد، لانه لو قبل ان تمسك نادي النصر انت تتمنى انك تعود الى قبل 4 سنوات عندما كنت نائب رئيس، اتمنى انك تعود وتتذكر وش اللي دار بيني وبينك في منزلك لوحدنا. وبعد ذلك اتى طلال الرشيد، واتمنى انك تستعيد ذاكرتك، لان انا اعتقد ماني من الناس المجاملين ولا من الناس المطبلين، ومع ذلك اقول لك مبروك. طيب. ولك كل الاحترام والتقدير بالنسبه لي. طيب. انا كرئيس النادي